السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو ماي دير بيوبلز، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. ويلكم تو ا نيو ابيسود اوف سكولا، ومعانا يونت 8 ان كيندر جارتن. بعد ما خلصنا يونت 6 ذا سكول كونسرت، وخلصنا يونت 7 اللي كانت بعنوان زو انيمالز اسكيب، ان شاء الله باذن الله هنتكلم على ان كيندر جارتن. تعالوا نشوف بقى احنا كنا بندرس زمان ايه في الحضانة. وان شاء الله نشوف مع بعض lesson number 1، والجزء الاول conversation time. هنتكلم على important vocabulary، كلمات الجديدة board 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 سبورة، letter 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 حرف، خدناه قبل كده بمعنى خطاب، sorry 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 آسف، when you apologize لما بتيجي تعتذر، easy 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 an adjective بمعنى سهل، وهنشوف عكسها دلوقتي، homework 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 الواجب، chair 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 كرسي، hard 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 صعب، ودي برضو an adjective ونقدر نعتبر ان easy is the opposite of hard، hundred hundred a hundred بمعنى مئة، why 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 question word كلمة استفهام نستخدمها للسؤال عن السبب بمعنى لماذا، وفي الإجابة غالبا بستخدم كلمة because وبيجي بعدها جملة كاملة فاعل فعل مفعول، أو بستخدم to بعدها infinitive فعل في المصدر. Why do you go to school? I go to school to learn. Why do you go to school? I go to school because I want to learn. Pass out. Pass out. Pass out. Pass لوحدها فعل بمعنى ينجح أو يجتاز. لما بنحط معاها preposition اللي هو out بيبقى عندي طبعا new expression تعبير جديد بمعنى يمرر او يناول، لما اطلب من حد في الكلاس ان هو يوزع الكراسات على زمايله. come on come on come on هيا اقبل، لما انت تحب تعمل encouraging someone، تحب تشجع شخص ان هو يعمل شيء معين. let me let me let me دعني او اسمح لي. give up give up give up give up هنا بمعنى يستسلم. sit down sit down sit down بمعنى يجلس، وهنشوفها كفعل امر اوردر بمعنى اجلس مع تغيير حرف الاس من سمول لكابيتال. دلوقتي هنتكلم على conjugation of verbs، تصريف الافعال ما بين regular verbs و irregular verbs، افعال منتظمه وافعال شاذه. write 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 root 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 write root no 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 فعل بمعنى يعرف، والمغنى منه new new no new. give up give up give up والماضي give up give up give up. sit sit sat sit sat. get get يحصل على. got got get got get got. do do يفعل او يؤدي. did did. تعال نبص بس الافعال دي قبل ما ننتقل لبقيه الايه الافعال. الافعال دي كلها بنقول عليها الريجولار فيربس، يعني افعال ايه؟ افعال شاذه. لو احنا جينا شفنا نمبر 1 الفعل الاول اللي عندي اللي هو الفعل يكتب اللي هو ايه؟ رايت. تمام، انا لما جيت حولته انتو باست عملت ايه؟ غيرت الايه؟ الفاول اللي موجود عندي، يعني حولت الاي الى او. رايت روت. بالنسبه للفيرب اللي عندي نمبر 2 اللي هو نو بمعنى يعرف، وعندي طبعا الكي فولد باي ان بيبقى سايلنت ليتر. اوكي، والدبليو طبعا عندي سايلنت، بنقول ايه؟ نو. من هنا نشتغل على الفاول اللي عندي اللي هو حرف الاو، انا بغيره لحرف الاي. نو نو. جيف 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 بشتغل على الفاول برضو اللي عندي اللي هو الاي الاي، بحوله الى اي. جيف جيف. ست ست اشتغل على الفاول اللي هو الاي، احوله الى A، يبقى عندي ست سات. جيت برضو نفس الايه الوضع، بغير لتر بلتر. جيت جوت جيت جوت. بالنسبه للفيرب دو وبس طبعا، فانا بحوله الايه الى ديد. لت 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 قلنا لت يعني يدع او يسمح. هيلب 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 يساعد. هيلب ات هيلب ات هيلب ات. clean clean cleaned clean cleaned clean cleaned
come on, come on, come on, come came, come came, come came, pass out, pass out, pass out, passed out, passed out, passed out, show, 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 showed, show showed, show showed. تعالوا نشوف الأفعال دي إزاي حولناها من present إلى past. let طبعا الفيرب زي ما هو من غير أي تغيير، زي الفعل مثلا عندي إيه put، وزي cut لما أجي أحوله into past يبقى put زي ما هو، و cut طبعا زي ما هو. زي الفعل كمان read، ولكن الماضي من read هو read، بيختلف الصوت ولكن نفس السبين. help ده verb مفيش في آخره إيه، ضفت له ed و pronounce it as t. help helped clean okay regular verb، ضفنا طبعا في نهاية الverb ed clean cleaned. come on طبعا غيرت حرف ال o إلى حرف ال a. come came come on came on. pass pass out طبعا في نهاية الفعل أضفت ed و pronounce it as t. pass passed. show فعل منتظم ضفت له في الآخر ed لأن مفيش في نهايته حرف الـ A، بقى عندي show showed. يبقى كده اتكلمنا على regular and irregular verbs. بالنسبة للـ prepositions والـ expressions، حروف الجر والتعبيرات اللي احنا هنتكلم عليها إن شاء الله في unit 8 in kindergarten. on the board، on the board، on the board على السبورة. pass out، pass out، يمرر أو يناول أو يوزع. easy for، easy for، easy for، سهل على. come on، come on، come on، هيا اقبل تعالى. طب احنا بنستخدم دلوقتي البروبوزيشنز دي، هتقابلني في سؤال choose اوكي على السبوره لازم استخدم حرف جر on، يوزع او يناول مع الفيرب pass هستخدم طبعا out. سهل على بنقول ايه easy for، ما بنقولش طبعا to، easy for. هيا بنقول هنا come on or come on لما نطاها كده quickly. بالنسبة للconversation اللي عندنا بنبدأ في البداية نسأل مجموعة من الأسئلة. who can you see in the pictures، what are they doing، where are they، how many pictures are there. طبعا كل الأسئلة دي بتساعدني ان انا اعمل describing للpicture اللي موجودة عندي. طبعا الدايلوج هنا between pupils at class with their teacher okay. ونشوف طبعا number one between the teacher and Mona. Mona please come to the front، write the letter D on the board. I don't know how، I am sorry Miss Gina. That's okay، let me show you، it's easy. No I can't، it's too hard. Come on Mona، don't give up. Hey I can do it، good work Mona، please sit down. Judy please help me pass out the homework. Hassan clean the board please. What did you get؟ I got 100. Yeah so did I. هنرجع طبعا نعقب على الconversation اللي كانت موجودة عندي. في نمبر 1 the teacher طبعا طلبت من منى ان هي تيجي قدام على السبوره وتكتب the letter دي، طبعا تكتب حرف الدي تمام. فهي هنا قالت لها ايه منى، يا منى، وطبعا هنا منى اسم منادى جه في اول الجمله فحطيت بعديه كوم. please come to the front، تعالي الى الايه المقدمه، تعالي كده قدام. write the letter D، write the letter D. طبعا بدأت بالإنفينيتيف هنا الفعل write، اكتبي الحرف D on the board. طبعا منى لسه يعني خايفة ما بتعرفش، قالت لها I don't know how، أنا ما أعرفش إزاي أكتبه. طبعا المدرسة هنا ما عنفتش منى ولا قالت لها حاجة، لكن تحاول تشجعها. منى طبعا بتعتذر للمس، بتقول لها I'm sorry Miss Dina. طبعا برضو مس دينا عندنا هنا اسم منادى في اخر الجمله قبل كوما، برضو مس دينا بتعامل منى ببساطه. that's okay مفيش مشاكل، let me show you how okay
وريني خليني اعرفك ازاي ايه تكتبي. بدأت طبعا curved line curved line curved line tall one up to down. اوكي طبعا احنا عندنا مشكله لما بنكتب الدي في ناس بتحب تكتبه كده وبعدين تروح عامله كده تمام. لا احنا بنكتب ازاي في البدايه curved line curved line curved line اوكي tall one up to down اوكي. فطبعا بتقول لها اتس ايزي, وصفت الحرف بطريقه كتابته طبعا ان هو ايه سهل. منى طبعا ها بتحاول تشجع نفسها بس لسه خايفه, قالت لها نو اي كانت, انا ما اعرفش من طه امريكان هنقول نو اي كان. اتس تو هارد, يا منى ده مش هارد بس ده انت قلتي تو هارد, ده صعب ايه جدا. انا حطيت تو هنا قبل الصفه هارد علشان تزيد من الدرجه بتاعتها, يعني تزيد من الصعوبه بتاعتها. منى لا ما تعيطيش يا منى, خليكي معانا. كمان منى يلا يا منى تشجعي. ومنى طبعا زي ما قلنا اسمه ندى في اخر الجمله don't give up, ما تستسلميش. والواحد طبعا ما يستسلمش طبعا, practice makes perfect. منى حاولت وفرحانه وبتقول لنفسها hey I can do it. طبعا بس هتشجعها وتقول لها good work, عمل جيد يا منى احسنت. طبعا تطلب منها باسلوب مؤدب ان يتوب, فبتقول لها please sit down. ده بالنسبة لمنى ومس دينا. مس دينا طبعا طلبت من زمايلنا طبعا ان احنا كل واحد في الكلاس يعمل حاجة. اوكي هي ما بتعملش كل حاجة, وانت لما بتعمل حاجة بنفسك بيكون عندك ثقة بالنفس. جودي pass سوري معلش انا وقفت. جودي please help me pass out the homework. يا جودي, جودي اسمه منادى في اول الجملة بعديكم. please help me pass out, وزعي الايه الواجب على زميلك علشان كل واحد يعرف درجته. حسن طبعا حسن الولد, يا حسن حسن clean the board please. please في اخر الجمله طبعا قبلها كوما. حسن اسمه منادى زي جدي في اول الجمله بعديه كوما. تعالوا نشوف الدرجات اللي هم خدوها. اسال يا صاحبي هو جاب كام عشان اغير منه وشوف انا جبت اكتر منه ولا جايب زيه. what did you get, what did you get. طبعا الدرجه مكتوبه عندي هنا اهو خلاص. يبقى طبعا question in the past, what question work did فعل مساعد عندي you subject الفعل و get infinitive الفعل في المصدر, وفي الاخر عندي question mark. هنحول طبعا did get الى الverb got. I got 100, ده مقفل ما شاء الله زي ما ان شاء الله ربنا يكرمكم. قفلتوا الترم الاول تقفلوا الترم الثاني. طب ده في بنوته كمان هي كمان قفلت, فبتقول ايه ياي ياي. اوكي سو ديد اي, طبعا هي فرحانه بتقول وكذلك ايه انا, وانا ايه كمان اي جيت 100 اوت اوف 100. نشوف طبعا اللانجوج فانكشنز اللي كانت موجوده عندي. اول حاجه هنتكلم على حاجه اسمها اوردر الجمله الامريه. طبعا الامر في اللغه العربيه بيختلف عن الامر طبعا انجلش, وانا عندي نوعين من الامر, امر مثبت وامر منفي. بنبدا طبعا ب infinitive فعل في المصدر. For example write the letter D on the board. In English احنا ما قلناش اوكي write يا فلان, لان انا ما عنديش اداه ايه نداء, فبستعمل كوما وما بذكرش الاسم المنادى. كل اللي انا ببدا بيه امر مثبت infinitive فعل في المصدر. اوكي clean the board please. طبعا عندي هنا الفيرب clean infinitive في المصدر من غير اي اضافات, وطبعا كابيتال سي, وفي نهايه الجمله عندي فول ستوب. لما استعملنا طبعا بليز عشان يكون عندي طبعا الاسلوب بتاعي مور بولايت, فجبنا قبلها كوما. طيب انا عايز اعمل دلوقتي امر منفي, قلنا هنبدا بدونت فولد باي انفيلاتيف فعل في المصدر من غير اي حرف زياده. دونت جيف اب, لا تستسلم او لا تستسلمي. دونت ميك نويز, ما تعملش ما تعمليش ما تعملوش دوشه. دونت ميك دونت جيف اب. طيب من الاكسبريشنز طبعا اللي احنا هنتكلم عليها, احنا اتكلمنا على تو خدناها قبل كده بمعنى ايضا, وعندي النهارده اكسبريشن جديد اسمه سو, وهيجي بعديه ايه انفينيتيف, هيجي بعديه ان ادجكتيف. هنحط تو وهنحط سو قبل الايه الصفه, الاثنين هيبقى جدا
انا عندي الصفه دي قوه. زي مثلا ما منى قالت ايه اتس تو هارد. لا واحد سالته سؤال فبيقول لها مستر اي كانت ايه انسر ات واي، بيقول لي ذا كويستشن از تو هارد. ما قاليش هارد كمان، لا ذا كويستشن از تو هارد، صعب ايه جدا، مع ان هو في المنهج مش من بره المنهج. او واحد عمل لي شاي، اشرب مستر الشاي بتاعك، فشربته طبعا مش قادر، فبقول له ذا تي از تو هوت، ما بقولوش هوت بس، لا ده هوت ايه يعني سخن جدا. اوكي ذا بيس از سو هيفي، طبعا اتكلمنا عليها في يونت 6 اللي هي كونفرسيشن از سكول كونسرت. اوكي سو هيفي تقيل جدا، ممكن اقول هنا طبعا تو هيفي هتديني نفس الايه نفس المعنى. اتس سو ايزي، لا ده مش صعب جدا، لا ده سهل ايه سهل جدا. طبعا ممكن اقول اتس تو ايزي، يبقى انا عندي سو وعندي تو قبل الصفه بمعنى جدا عشان تديها ايه قوه. طيب انا دلوقتي يا جماعه عملت شيء معين وزميلي برضو عمل الشيء ده، هو بيوافق ايه عليه، فاحنا هنستخدم اكسبريشن جديد سو ديد وبعدين بجيب الايه السبجكت وكذلك. اوكي زي ما بنقول مثلا اي جوت 100، اي جوت 100 انا جبت ايه 100، انا حصلت على 100، صاحبي كمان جاب 100، طب اقول ايه سو ديد هي، سو ديد هي وكذلك هو. شي ونت تو ذا سينما، هي راحت الايه السينما، وانا كمان ايه رحت السينما. اوكي لا مش انت بس اللي رحت السينما، ده انا كمان ايه رحت السينما زيك، فبقول لها سو ديد اي. هنرجع تاني ناخد ايه مراجعه سريعه للكونفرسيشن اللي كانت عندي النهارده. شوف نمبر 1 منى بليز كام تو ذا فرونت رايت ذا ليتر دي اون ذا بورد، وانا ردت عليها قالت لها اي دونت نو اي ام سوري مس دينا. That's okay. Let me show you how. It's easy. No, I can't. It's too hard. Come on, Mona. Don't give up. Hey, I can do it. Good work, Mona. Please sit down. Judy, please help me pass out the homework. Hassan, clean the board, please. What did you get? I got 100. Yay, so did I. طبعا احنا عندنا دلوقتي باراجراف وبنتكلم على باراجراف الايه الوحده، دايما بحب نتكلم عنه كده، بنديله ايه سمري، بيكون موديل بنتكلم عليه. اوكي نمبر 1 زي ما احنا اتفقنا في هاو تو رايت ا باراجراف، عندي انتيشن تشود بيجين وذ كابيتال ليتر ان سنتنس اند فولود باي ا فول ستوب، حروف الكلمه متصله، كلمات الجمله منفصله. نمبر 1 This is a kindergarten class. The children are only 5 years old. Mike is counting happily. Manal can speak English. The girl can't count out a heart. Samir can say the alphabet. The girl can blow a bubble. Aula can throw a ball. The boy can't catch a butterfly. Bill can't build a sand castle. طبعا ان شاء الله باذن الله احنا هنتكلم على expressing ability، التعبير عن القدره، can we can't or can we can't، British American زي ما انت عايز تقولها. Okay. As we can see in this paragraph انا هنا طبعا I can throw a ball، عندي هنا I can blow a bubble، I can build a sand castle, I can cut out a heart, I can say the alphabet, I can count to 10, I can spell a word. وفي نهاية lesson 1 تعالى نعمل summary بسيط للي اتكلمنا عليه. اتكلمنا على new vocab واتكلمنا على الverbs وازاي نحول الverb from present into past. طبعا عندي regular verbs وعندي irregular verbs، واتكلمنا طبعا على language functions، ازاي نعمل apologizing، ازاي نعتذر، ازاي يكون عندي الاوردر، الامر اللي بيبدا فعل مثبت، وازاي الامر المنفي اللي بيبدا don't وبعدين فعل مثبت، وازاي اتكلم على to زائد صفه، وازاي اتكلم على so وصفه. في نهايه الحلقه بتاعتنا هنقول لكم يا جماعه دايما تابعونا على السكوله، ما تنساش تعملوا لايك وشير وكومنت، لايك وشير وما تحرمش الغير.